اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من لايف اوف ميوزك. رجعنا للاخبار بعد حلقتين، حلقه عن راو العربي، حلقه عن سلسلتنا الجديده عن ذا ويكند. اذا ما شفت الحلقه راح تفرج الحلقه. وحاليا رجعنا للاخبار، وتقريبا في بعض الاخبار فاتتنا فراح نرجع شويه. فقبل ما نبدا الحلقه برضو بذكركم انه حاليا احنا فاتحين باب الاعلانات للاغاني وللالبومات وللاشياء الموسيقيه او حتى لبعض قنوات اليوتيوب الفنانه، تقدر تتواصلوا مع البيج ويست على حسابهم في الانستغرام او على اليمين. فخلينا نبدا الحلقه، ولايك سبسكرايب انشر الحلقه لاصحابك اذا شايف انه المحتوى يستاهل النشر. لا هو المحتوى يستاهل النشر. الحلقة دي عندنا اخبار مرة كثيرة، واخبار فيها مشاكل وفيها اثارة. وقبل ما نبدا الاخبار، انتم تعرفوا انه انا امس نزلت اغنية ما هي في قناتي، في قناة سنيك اكس، تقدر تسمع الاغنية برضو وترجعوا تتابعوا الحلقة او بعد الحلقة تتفرجوا الاغنية وتعطونا رايكم. خلينا نبدا في الاخبار. اول خبر معنا في هذه الحلقة الخبر اللي حصل الاسبوع الماضي، اللي طلع فيه له دريك مع جي كول، ودريك بدا يمدح او يعظم في جي كول قدام كل الناس على الاستيج. دريك بعد ما خلص الفقرة حقته مسك المايك وشاف جي كول وبدأ يمدحه، قاعد يقول له إن أنت من أهم الفنانين اللي أنا أسمع له، ونفس الوقت من أهم الفنانين في التاريخ. دريك يعني من أنجح الرابرز حاليا في التاريخ، ومن أهم الناس اللي بيبيعه، ومن أهم الناس تأثير. في الأخير يجي يقول لك إنه جي كول من أهم الرابرز في التاريخ، وأنا أتفق الصراحة وأعتقد الكل يتفق إنه هذا مو بس من أهم الرابرز، ممكن أنا أحطه من التوب 10 أفضل رابرز على مدى التاريخ. فبكل صراحة إنه دريك سوى هذه الحركة، الموضوع يذكرني بالسابق لما دريك برضو سوى نفس الحركة دي مع امينيم، ومدح امينيم وقال له امينيم انه انا صغير قاعد اسمع لك وانا يعني متاثر بيك، مع انه هذاك الوقت كان في تتش في الاعلام يقول انه دريك عنده مشكله مع امينيم، انه قاعد ينغز امينيم. في الاخير لما كان في الستيج مع امينيم، انتوا تعرفوا الحركه الشهيره اللي سواها، اللي عارفين بحط لكم الصوره. فانا شايف انه الشيء ده مره حلو في دريك، انه دائما هو يتكلم او يوضح مشاعره للفنانين، لانه كثير من الفنانين المشاهير اللي عندهم مبيعات عاليه دائما تلاقيه ما يمدح الفنانين الثانيين او شايف نفسه. فدريك هذا شيء مره ايجابي، انه هو دائما يعبر عن مشاعره على الفنانين اللي هو بيسمع لهم، اللي هو متاثر بيهم، وهذا شيء بيعطيه احترام مره كبير من الفنانين وحتى من الجمهور. الخبر الثاني عن البوم للناس مونتيرو. طبعا الالبوم تتوقعوا كم باع؟ انتوا شفتوا الشو اللي سواه، حامل مدري ايش، يروح على الايفنتات يستعرض ملابس، ينزل هو مفسخ. تدري هو كم باع؟ والله الرقم صدمني، باع 129 الف نسخه في اول اسبوع. والله ولا حق الشو، ولا حق التعب، ولا حق انه كل الشركات قاعد تدعمك، كل الناس بيحاولوا يوصلوك، فاهم؟ والشركات ديك الكبيره اللي علامه بيحاولوا يدعموا افكار اللي انت قاعد تسويها. في الاخير 129، يعني هذا يوضح لك انه للناس مكروه مع الشو ده كله، فاهم؟ اللي سواه في الاخير باع 129 الف نسخه. تدري ايش الشيء اللي يضحك كمان اكثر من كده؟ انه يونج بوي هو مسجون، لا تسويق، لا 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 لا. في الاخير باع كم؟ باع 138 الف نسخه في اول اسبوع. عشان كده انتوا لازم تفهموا انه الشو ما يصنع لك ريل فانز، يعني المتابعين الحقيقيين هم اللي يكونوا متاثرين بالميوزك حقتك او بشخصيتك او بمعاناتك او باشياء حقيقيه. اما الشو الكذاب اللي انت تقعد تسويه، انا حامل، انا مدري ايش، انا تعبان، انا بدعم مدري ايش، انا احب فلان مدري ايش، وتسوي لي فيديو كليبات غريبه، تجيب لي الشيطان وتجيب لي ادم وتجيب لي مدري ايش وعقائد دينيه وتلعب هنا وتلخبط هنا. في الاخير 129 الف نسخه. والله الصراحه عيب في للناس، اقسم بالله ولا حق التعب ولا حق يا ابوي، ولا حق التعب حق الفيديوهات حقتي ولا حق التعب، اقسم بالله ولا حق التعب. يا الله يا للناس، مره رقم ضعيف بكل صراحه.
Don't conversate about me with your friends. Confiscating bring back back ends. Let me ride. أما لما نتكلم نحن عن يونج بوي اللي باع 138 وصدر البيلبورد أخيرا واحد طيح دريك بعد 4 أسابيع، لأنه دريك بعد 4 أسابيع في الأسبوع الرابع باع 135، يعني فرق تقريبا 3000. فحاليا مصدر هو يونج بوي، وأنا أصفق الصراحة ليونج بوي، بس نفس الوقت أنا نفسي أعرف ليش الناس مرة بتحب يونج بوي وتحب الميوزك حقته. أنا شايف إنه هو فنان، بس هو فنان عادي يعني زيه زي أي فنان، بس أنا شايف إنه عنده جمهور مره كبير بيحبه في امريكا وحتى في العالم العربي. يعني في ناس كتير بيكلموني اتكلم عن يونج بوي، اتكلم عن يونج بوي، ماني حاسس ان يونج بوي يعني مسمع عندنا في العالم العربي بشكل كبير، بس عنده قاعده جماهيريه مره كبيره من الجيل الجديد. فللناس اللي تعرف ايش الاسباب اللي تخلي يونج بوي كده محبوب من الجمهور اكتب لي تحت في الكومنتات، لانه انا الصراحه ما ادري، قد ما بحثت ماني شايف فيه سبب مقنع يخلي الناس كلها كده تحب يونج بوي وبتحاول تطلع من السجن وبتحاول تدعمه وبتحاول تنجحه، مع انه هو ما هو موجود حاليا اصلا في المشهد. فالمهم نستفيد من هذا الخبر انه لا تسوي شو ما الام داعي، تقدر تكسب الناس وتكسب حب الناس بالأشياء الطبيعية، بالموسيقى حقتك، بشخصيتك الحقيقية. الخبر التالي أخيرا أعلنوا أسماء السوبر بول. خلينا أعطيكم الأسماء: كيندريك، إمينيم، دكتور دري، سنوب، ماري جي. الأسماء بكل صراحة كده أول ما بتسمع الأسماء بتحس إنه الحفلة بومباب، فاهم؟ أولد سكول بتحس الحفلة من ناحية الليركس أو من ناحية حتى البيتات، بس نفس الوقت تحس إنه اختيار الأسماء اختيار بيسمع الناس راب، راب حقيقي، يعني راب بعيد عن كل الشوائب، بعيد عن الار ان بي، بعيد عن الأشياء الغريبة اللي قاعدة تنضاف حاليا في الراب من ناحية روك ميتال مدري إيش مدري إيش. تحس إنه لا، الأسماء كلها تايب واحد، متناسقين، مع إنه سنوب عنده مشكلة مع إمينيم. الله، نسيت ان سنوب عنده مشكلة مع عينه الصراحة، سوينا عنها حلقة قبل شهرين. اوكي خلاص، يعني حفلة واحدة اتصالحوا وارجع اقول اوه والله امينيم الاو جي، فاهم؟ مع سنوب الاسطورة، اتحاد الاساطير. يا اخي الشيء اللي يعجبني في امريكا انه الشغل شغل، البزنس بزنس. انا اكرهك ما احبك، في الاخير انا عندي حفلة باجي بقدم بمتع الجمهور وبامشي. اما لو عندنا في العالم العربي اوه سنوب طالع على الستيج، لا والله ما اطلع معاه، حركات غير احترافية جدا، عشان كده هم يتعمقوا في اعماق الفشل. الخبر الرابع معنا في هذه الحلقة هو خبر شوية حزين عن آر كيلي. هذا الفنان من اهم فنانين آر ان بي في التاريخ، وكثير من الناس بيصنفوه الاكثر تأثيرا في موضوع الآر ان بي في التاريخ برضو، بس للأسف قصته انتهت نهاية حزينة ونهاية يعني مؤثرة للجيل الحالي، من ناحية انه هو مسجون بتهم مرة كثيرة، من اهم التهم غسيل الاموال و القاصرات. فاعتقد انه فنان مشهور زي كده كان ملهم لفنانين مرة كثير، تجي هذه القضايا او يسوي هذه الافعال احس انه دمر اسمه بشكل مرة كبير، واعلن اصلا هو افلاسه حاليا ثروته تقريبا سالب $2 مليون، اقسم بالله شيء يضحك، ثروته بالسالب. يعني انا حاليا كجوستافو عندي 10 ريال في جيبي، انا اغنى من آر كيلي. هي كده الدنيا، يوم فوق يوم تحت، عدنا احنا تحت من زمان من نطلع فوق. الخبر الأخير معنا في هذه الحلقة عن بوشتي. بوشتي رد في تغريدة في تويتر على متابع، المتابع كان قاعد يقول له انه 2018 الألبوم حقك كان نقلة مرة نوعية، كان أفضل من انت في السابق. قام بوشتي رد عليه قال له أنا اليوم أفضل من السابق، اللي هو قصده انه أنا حاليا أقوى من سنة 2018. طبعا كثير من الناس مترقبين ألبوم بوشتي أو الشغل المستقبل اللي راح ينزله، لأنه واضح انه في ضرب وجلد لدريك بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت بعد ألبوم دوندا. طبعا تعرف انه بوشتي عنده مشكلة مرة كبيرة مع دريك، وتكلمنا عنها في حلقات مرة كثيرة وفي حلقات مفصلة برضو في بيف الأجانب برضو عندي في القناة، نزلتها قبل سنتين تقريبا في 2018. الأحداث الأخيرة قاعد تصير بين دريك وبين بوشتي في التراكات والنكش، واضح انه في بيف جديد راح يرجع. البيف القديم صح انه انتهى، بس واضح انه بوشتي شايل في قلبه الين الحين، من ناحية انه اصلا هو روما فيرس في البوم بوب سموك، وانحذف الفيرس وصارت المشاكل الكبيرة اللي مع يونغ ثوغ، وبرضه نفس الوقت روما فيرس فيه له نكش مرة كثير على دريك في دوندا مع كان ويست. ومتوقع كمان انه راح ينزل ألبوم راح يكون فيه تركات مرة كثيرة وفيه دسات صريحة على دريك. ممكن انت راح تقول انه بوشتي بيدور شو وشهرة من دريك، فاقول لك اوكي، شخص يدور شو وشهرة من دريك في بيف حقيقي،
احسن من انه واحد يطلع يسوي شو انا حامل انا بطني تعورني انا ما ادري ايش انا ما ادري ايش انا مسجون انا بموت انا. المواضيع السيئه اللي قاعد تصير مع الرابس حاليا. وبس هذه كانت الاخبار معنا في هذه الحلقه. لايك سبسكرايب مش حق اصحابك شباب محتوى النشر. Peace out.